أن دق الله سبحانه وتعالى أساس هذه الأرض عمرها بنا بالإنسان، ولهذا نحن إخوة الإنسانية. أهنئ أخوتنا وشركائنا في هذا الوطن الأيزيديين الطيبين الكرماء الباسمين. العيد مبارك وسعيد وجميل ومليء بالحياة لأخوتنا الأيزيديين بمناسبة عيدهم عيد الصوم. نتمنى لهم يا ربي حياة سعيدة وآمنة وسالمة، ونتمنى من كل العوائل الأيزيدية وكل الشعب الأيزيدي أهلنا طبعاً هم أن يعودوا إلى ديارهم مرة أخرى، النازحين يعودون إلى بيوتهم، تعود الحياة كما كانت. السلام عليكم، طبعاً كل التحيات لكل من يشاهدنا الآن. أنا حسن مجيد، إعلامي وشاعر. إحنا الآن بالبصرة، ومن البصرة نوجه رسالة لكل إخوتنا الأيزيديين في كل مكان، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا رب أيامكم دائماً تكون أيام مليئة بالسعادة والأفراح، ويا رب ترجعون مناطقكم، وإن شاء الله ترجع هاي المناطق مرة ثانية حلاوة أرواحكم، وكذلك بتمسككم بعراقيتكم وتمسككم بهذه الأرض. من مهرجان المحبة والجمال، هذا الملتقى الثقافي لنبعث تبريكاتنا إلى أخوتنا وأهالينا الأيزيديين بمناسبة عيد الصوم. كل عام وأخوتنا وأهلنا بألف خير، يا رب يكون عليهم سعادة وتنتشر المحبة والحب في كل طوائف. شاعر سيدي المحافظ.